أحييكم أحبتي مشاهدي شاشة زاغروس الفضائية أجمل تحية، وألتقيكم اليوم من داخل نقابة الفنانين العراقيين التي قامت جلسة احتفائية بالفنان إدوار المولى والذي هو عازف على آلة تشيلو، مشاهدة ممتعة بهذه الموسيقى العراقية العربية البحتة. ولمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. الأمسية اليوم كانت تحدثت بها عن الموسيقى التراثية العراقية، كيفية الاهتمام بها والتحويل هو إلى توزيعها بشكل علمي وإيصالها إلى العالمية. قدمت بعض القطع والمؤلفات من تأليفي، سمعوها يمكن الجمهور، وكلش نال يعني إعجابهم الجمهور، لأن بصراحة الأعمال العراقية تبقى بالذاكرة وخاصة في الفلكلور. فقدمت أعمال كيف يعني نصيغ الأعمال مثلا دولية نصيغها باللون العراقي. قدمت أغنية يمكن تركيا سوت بها إيقاع عراقي صار تلوين بهذا الشكل، وقدمت أيضا مقطوعة كردية، قدمت من تراث العراق من البصرة من الموصل إلى آخرها، وكان حفل جميل والجمهور مستمتع. كان لي ايضا الشرف بتكليفي من قبل السيد نقيب الفنانين باداره هذه الجلسه، ايضا لكوني على علاقه وطيده مع المحتفى به وعملنا في مجال توظيف الموسيقى وتوظيف آلة التشيلو في الموسيقى التصويريه. الجلسه كانت جلسه جميله، ضيوف نوعيين تخللتها مداخلات لطيفه ومشاركات، قدم خلالها المحتفى به نماذج من أعمال الموسيقية ونماذج من أداء المرتجل أيضا، واستخدم تركات مصاحبة أيضا حتى يرافقها أيضا بالتشيلو، وقدم أيضا خلاصة تجربته من خلال آراء في توظيف التراث الموسيقي العراقي والموروثات الموسيقية العراقية في الحقل الأوركسترالي، وأيضا تحدث عن تجربته مع الفنان كاظم الساهر كون أحد أعضاء فرقته وتجربته في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، وتاريخ حياته الحافل من المنجزات في مجال التدريس والعزف وتأسيس الفرق الموسيقية. أمسية الاحتفاء بالفنان إدوار المولى شهدت تقديم مجموعة من المعزوفات للفنان، وأيضا قام بالعزف الحي ولاقى استحسان الحضور، بالإضافة إلى نقاش حول سيرته الموسيقية منذ أن كان طالبا في معهد الفنون الجميلة، وإسهاماته في الموسيقى العراقية. أستاذ إدوار يعد من الفنانين الموسيقيين الناشطين في الوقت الحاضر، لا سيما وأنه اتجه إلى التأليف الموسيقي بعد أن عرفه الجمهور والمختصون عازفا على آلة التشيلو، إضافة إلى مشاركاته خارج العراق في دبي وفي دول عربية أخرى وفي أوروبا. الحقيقة اليوم أمسية جميلة، يعني الفنان إدوار المولى عازف التشيلو زميلي وصديقي من 50 عام، يعني حقيقة كنا طلاب سوا بمعهد الفنون الجميلة عام 74. بس الجميل اكو قضايا انا حكيتها، هو حقيقه لعبوا دور الروس، كانوا عندنا مدرسين بالمعهد واختاروا مجموعه فهو من ضمن المجموعه، يعني تشيلو كمان بيانو، فحقيقه ظل هو بذيك الفتره يعني برز، هو طالب يعني مو برز يعني بالفتره او تخرج وكذا، وتكملت حتى الكليه بالاخير يعني مو كمل بالبدايه، فهو تجاوز مرحله الكليه وكذا، فاختار ايضا قسم الشرق اللي هو استمتعنا به، لان هذا الفتره اشتغلوا المطربين
كبار يعني سعد الجابر كان وقتها، واخيرا كاظم الساهر 20 سنه، فهي كل اثرت به الشرقيات. واستمتعنا بشكل كلش يعني احنا متعطشين، الشعب العراقي كله متعطش الى الموسيقى الى الغناء الى يعني احنا فتحنا عيننا على هذه الاشياء. اي فبعدين صارت يعني اشياء ما يعني تعدل شلون نقول يعني فالشي صار بعد عنها، فاحنا يعني نتوق الى سماع الموسيقى الى يعني وجه لوجه مع العازفين مع المغنيين، هذا الشيء يسعدنا جدا صراحه. اليوم كان يوم جدا جميل، جدا استمتعت بهذه الجلسه، كان شيء مذهل. العازف ادوار وموسيقار كبير عربي وعالمي ايضا اليوم يعني امتعنا بمعزوفات جدا رائعه. اتمنى الاهتمام بهذا العازف، هو ايضا مؤلف موسيقي مهم جدا، لديه الكثير من التاليفات تحتاج الاهتمام. أكيد رجعنا لكم بعدنا مستمرين بفقراتنا من خلال شاشة زاكروس. دائما بالوقت الحالي أو بهذه الأوقات نشوف منظمات المجتمع المدني لها دور فعال بالنشاطات والأشياء الجميلة اللي تفرح العوائل العراقية وحتى المجتمع بصورة عامة. أكيد يا ثامر، كذلك اليوم احنا شفنا في محافظة البصرة تحديدا إحدى منظمات المجتمع المدني، طبعا عندنا تقرير عن حفل زفاف 114 شاب وشابة، فخلونا نشوف هذا التقرير ومن بعدها راجعين. المبادرة اللي طلقها السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني اللي استهدفت الشباب في محافظة البصرة، هي تعتبر ضمن سلسلة مبادرات بعموم العراق. تم تقديم الهدايا اللي مثل غرفة أخشاب وملحقات، أضاف لها مبلغ 500,000 لكل زوج، باكج هدايا متكامل لكل عروسة. العدد اللي تم استهدافه 114 شاب وشابة في محافظة البصرة من جميع نواحيها، وإن شاء الله راح تشاهدون العديد من المفاجآت اللي تسعدهم وتقومهم. وأيضا تم فرز العدد وتم اختيار يعني كانت مفاضلة بين الأزواج المؤهلين لهذه المبادرة. حملة الزواج الجماعي من محافظة ميسان بدعم مباشر من دولة رئيس الوزراء، استهدفت هذه المبادرة الشباب العراقي في كل محافظاته. بدينا بالعمارة، الناصرية، بغداد، الآن نحن في البصرة. هو هذا الهدف منه، تمكين للشباب، الشباب اللي الوضع الاقتصادي يعني وضع اقتصادي وضع مزري، بعد البعض من الشباب يعاني من البطالة، البعض من الشباب يعاني من قلة الفرص، ولكن دعم هذه المبادرة ودعم البرامج اللي أطلقها السيد رئيس الوزراء، برنامج ريادة، برنامج تمكين، برنامج المجلس الأعلى للشباب، هذه كلها أهداف تمكن الشاب من بناء أسرة صالحة تزج بالمجتمع كبقية الأفراد بالمجتمع، والنهوض برسالة التعاون والتسامح. احنا راح نوصل كل محافظاتنا حتى اقليم كردستان، ماكو محافظة من محافظة، كل محافظات هو هذا مشروع رئيس الوزراء، خدمة العراق وخدمة أبناء العراق الحديث.
اشكر رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني على المبادره الجميله، ونحن شباب محتاجين يعني هاي المبالغ والغرفة الاخشاب والهدايا، ونشكر جزيل الشكر. بس نحتاج احنا شباب تعرف يعني كسبه، محتاجين بتعيين، محتاجين بامور يعني تشغيل طبعا، يعني لان العرس تكلفه، يعني نحتاج يعني مثلا من العوائل يعني يخففون شوي. كبيرة ينطي يعني تأثير إيجابي يعزز الشيء، وإحنا خاصة بالعراق لاحظت أن إحنا شعب بسرعة نتأثر ببعض. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إذا نفكر مثلا كدعم مادي فهو بيدعم مادي، كدعم نفسي هو بيدعم نفسي، إذا يسهل الأمور نشوف الأمهات قد فرحانات. أوكي نشوف شوية أكو خجل، ممكن مو هذا اليوم اللي كل بنية تحلم به، بس أكو فد شيء يعني، خاصة إنه يعني انا قاعده دا احس انه العراق كله دا يحتفل بيهم. بالبدايه هم فكرت هيك، قلت ممكن هم الفتيات راح يفقدن هذا الاحساس انه هذا يومي، انه انا الملكه او الشاب يرقص ويا اصدقائه، بس بالعكس حسيت كانما العراق كله دا يحتفل بيه. فممكن هذا الشيء همين ينطي الطباع انه هم مميزين ويحافظون على العلاقه الزوجيه. هسه انا شويه اضطريت وشفتهم اضطريتهم صغار، فاحنا هم نحتاج انا برايي كشخصيا انه نسوي تهئيل للزواج. احنا دا نشوف نسبة الطلاق جدا عالية اليوم. مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا هذا التقرير طبعا مبارك ان شاء الله، ونقول زواج الدهر إن شاء الله. ان شاء الله. طبعا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، يا ربي كنا خفيفي الظل عليكم واستمتعتوا بفقراتنا، ودائما نقول خليكم دائما بطاقه ايجابيه. والختام موصول مع زميلي ثامر. شكرا لك يا نور، شكرا لك كادرنا خلف الكواليس، وايضا زملائنا باستديوهات اربيل، وايضا مشاهدينا ان شاء الله ربي استمتعتوا ويانا، وكنا خفيفي الظل عليكم على مدار الوقت المضى. واكيد تنتظرونا باكر الساعه 10 من خلال شاشة زاكروس، وأيضا من خلال بيج القناة بالفيسبوك. إلى اللقاء.